هي الحضرية مدن الرمادية الناس الرمادي في كل مكان تبكي في موقف السيارات والخوف يوم آخر في العمل حزن لم يكن أبدا عزيزتي هل استهلكنا ما يكفي لعيد الميلاد ماذا تفتقد في الحياة في السعي وراء ما لا يمكن تحقيقه كلنا محترقون ليس من العالم الطبيعي الوضع الراهن من الجنون عدساتنا القادرة على العالم حرب الحرب لا تتغير أبدا مسلخ الإنسانية طغيان الدولة الجنون الحقيقي عملك عديم الفائدة ما الذي يحدث حقا في أرض الحرية ده المستقبل ذات مرمى مشرقة للغاية ماذا حدث هل فقد المجتمع الغربي روحه كلنا محترقون كلنا محترقون الرجال الغاضبين لا شيء يقال عصر والوهم الجماعي نهاية النمو الأسي مكسور ربي ماذا استترك لي ماذا تسمي شعور كوكب يموت المرحلة المفقودة من الحزن جنون الإنسانية ليس انت انها له كلنا محترقون كلنا محترقون تنبؤ اليوت الثاني عندما تذوب الصباب هذا عصر الغليان تسارع عصر الانقراض جيلنا هو الأكثر مارس الجنس في التاريخ ما هي الحياة حقا في مجتمع ما بعد الانتعاش هذه الطريقة التي تسارع بها الانهيار المجتمع حتى تنهار الديمقراطية الانهيار مع الانهيار داخل الانهيار كلنا حياة خلال عصر الانقراض حتى تنهار الديمقراطية الانهيار مع الانهيار داخل الانهيار عصر الانقراض قبل الانهيار الرحمة غير مدرجة كلنا محترقون كلنا محترقون أنا الحق من الانقراض الرحمة غير مدرجة الحلقة الأخيرة من ساوث بارك لم يعد هنا الطريق النوم غير قانوني مطر القاتل الفرد بطيء تسريع النسيان الموت الحتمي للبشرية كلنا محترقون الحياة خلال عصر الانقراض هكذا تنهار الديمقراطية الرحمة غير مدرجة الرحمة غير مدرجة بطيء تسريع النسيان الموت الحتمي للبشرية الموت الحتمي للبشرية كلنا محترقون كلنا محترقون الحياة خلال عصر الانقراض الإنسانية الرحمة غير مدرجة الرحمة غير مدرجة بطيء تسريع النسيان الموت الحتمي للبشرية